ايه يا نشوى اللي انت هتعمليه ده؟ هتقلي الكوسه؟ حتى الكوسه ما سبتهاش في حالها. ايوه انا اللي قليت الكوسه، ولا هقول لكم بقى خالتي اللهلوبه ولا جارتي القروبه. كملوا معايا الفيديو للاخر لانه فعلا هتستفادوا منه جدا جدا، ولو عجبك اعملوا له لايك كتير ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. في وصفتنا النهارده بنحتاج مش اقل من نص كيلو كوسه، يعني مثلا ما يبقاش عندك كوستين ثلاثه مبقيين في الثلاجه ونعمل بيهم الوصفه دي، لا هي الوصفه معتمده على الكوسه فبنحتاج كميه اكبر. بعمل ايه؟ بجيب النص كيلو بتاعنا دوت وابتدي ان انا انضف الكوسه كويس جدا بالمقوار الحلو ده، بيديها شكل حلو الحقيقه فبحب استخدمه كتير. تعتبر الكوسه طبعا من الخضار اللي معظمنا مش بيستلطفه، بس لو عملتوها بالطريقه ديت اوعدكم ان انتوا هتدمنوها، حلوه جدا يا جماعه. بعد كده بعمل ايه؟ بعد ما بنضفها بغسلها طبعا كويس جدا وانشفها من الميه، وبعدين عندي طاسه على النار ما يبقاش فيها زيت غزير، لا يبقى فيها كميه زيت يعني مش كتيره قوي، وبستنى لما الزيت يسخن وانزل بالكميه كلها واحمر الكوسه، انا عايزاها توصل للون دوت. غير كده وكده لما تضغطوا عليها تلاقوها طريه. بعد لما بوصل للون اللي انا عايزاه برفعها كلها من على النار زي ما انتم شايفين معايا كده، وببتدي في الوقت دوت ان انا اسيبها لحد لما تبرد خالص طبعا، لان في الوقت دوت بتبقى سخنه، وابتدي ان انا اشكلها او اقطعها بشكل حلو. اهتموا بقى بالخطوات دي، يعني اهتموا ان انتوا تقطعوا الخضار بتاعكم بشكل حلو، لان اللي بياكل كده لما يشوف الحاجه شكلها حلو نفسه بتتفتح. تعالوا ندخل بقى على الخطوه الثانيه، هنعمل ايه؟ جبت حل عندي على النار، ضفت لها ايه؟ ضفت لها كوبايتين كبار من الحليب، عليهم معلقتين كبار من الدقيق، عليهم رشه بسيطه من الفلفل الاسود، ومكعب من مرقه اللحمه. في حاله ان انتم مش حابين تضيفوا مرقه يبقى هنضيفوا ملح عادي جدا، انا هنا ما ضفتش ملح علشان انا ضفت مرقه. ببتدي الاول ادوبه على البارد وبعدين برفعه على النار، وبعدين بفضل اقلب اقلب لحد لما اوصل للقوام الكريمي اللي انا عايزاه. القوام اللي انا عايزاه مش عايزاها لا خفيفه قوي ولا تقيله قوي، وتعتبر دي من افضل الوصفات الناجحه اللي تقدروا تعملوا بيها اي كريمه انتوا حابين تستخدموها. في الوقت دوت بقى بجيب حل عندي على النار، وبجيب حوالي بصلتين كبار كده، يكونوا كبار او ثلاث بصلات مفيش مشكله، بنزل بالبصل واقلبه لحد لما يدبل، واضيف عليه شويه توابل، فلفل اسود، كبابه صيني، بهارات لحمه او سبع بهارات، رشه بسيطه من الملح، واقلب البهارات دي كلها مع بعض. في الوقت ده بقى محضره ايه؟ ببقى محضره ربع كيلو لحمه مفرومه. ودلوقتي انا مش عارفه ليه يا جماعه كل لما اقول لكم ربع كيلو لحمه مفرومه تكتبوا لي في الكومنتات ده لا يمكن يبقى ربع كيلو لحمه مفرومه. والله يا جماعه ربع كيلو لحمه مفرومه، طب انا هضحك عليكم ليه؟ انا بجيب مثلا الطبق نص كيلو بقسمه اتنين، اكيد هيبقى ربع وربع. بعد كده بقلبه تقلبتين، وبضيف بقى معلقه من معجون الطماطم او صلصه الطماطم، وبضيف ليهم ربع كوبايه من الميه، وبسيبهم ايه على النار كده ايه لحد ياخد غلوه واحده بس، وبعدين اطفي عليهم النار خالص. عارفين بقى من كتر ما بتكتبوا لي ده مش ربع كيلو لحمه مفرومه فكرت اعمل ايه؟ فكرت ان انا اشتري ميزان علشان قبل ما استخدم اللحمه المفرومه احطها كده على الميزان واقول لكم كده واوريكم عشان تصدقوا ان ده ربع كيلو لحمه مفرومه. انا فكرت كمان ان ممكن من التصوير يكون مبين لكم ضخامه الحاجه، يعني ممكن تبقوا انتم شايفين ان الكميه كبيره بس عشان انا مقربه التصوير قوي. في الوقت ده بقى بتجيبي بايركس وتبتدي بقى تعملي طبقات من الكريمه اللي عملناها، وبعدين الكوسه، وبعدين عصاج اللحمه المفرومه، وبعدين الكوسه تاني. عايزه اقول لكم ان الطريقه ديت عارفين لو انتم ما بتحبوش الكوسه هتحبوا الكوسه وهتعملوها كل يوم. اللهم بارك، الصينيه دي ما قعدتش يا جماعه، يعني على طول خلصت على طول من كتر جمالها. شايفين بقى هنا الكريمه بتاعتنا قوامها حلوه قوي. غير كده وكده انا عايزاكي توصلي للقوام اللي هو مش خفيفه قوي مش تقيله قوي عشان وصفتنا تنجح معاكي. بتدخل الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط لمدة 20 دقيقة بس، وما بشغلش الشواية. هي بتاخد لون زي ما انتوا شايفينها معايا كده، وبتتاكل سخنة جدا، بتبقى سايحة وجميلة وناعمة حقيقي. اللي مش هيجرب وصفتي النهاردة خسران كتير قوي قوي. انا كده خلصت فيديو النهاردة، يلا بقى شجعوني واعملوا لي لايك كتير وشير كتير، وكمان منشنوا اصدقائكم، ودايما دايما بستنى كومنتاتكم الحلوة اللي زيكم. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.